لا، مجلة بيم أريبيا، العدد 15، مقالة بعنوان وضع نمذجة معلومات المباني في الأردن للمهندس عصام عزام، قراءة نجوى سلامة. تعتبر الأردن من الدول الغنية بالموارد البشرية المتلهفة للتعليم، كما تعتبر من الدول الأساسية المصدرة للأيدي العاملة لدول الخليج العربي، التي تمتاز بالحجم الكبير للتطوير العقاري والعمراني، مما يستدعي تطبيق آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا إدارة الإنشاءات. لكن في الوقت ذاته، بسبب محدودية المشاريع التنموية فيه، فما زالت الطرق التقليدية مستخدمة لعمليات التصميم والإنشاء، لأن العدد المحدود للمشاريع الإنشائية لا يشجع شركات المقاولات على الاستثمار في تكنولوجيا أو أساليب جديدة. لكن مع وجود استثناءات في الآونة الأخيرة، أصبح هناك طلب لنمذجة معلومات المباني من طرفين. الطرف الأول، قامت بعض الشركات الاستشارات الهندسية ببدء أو محاولة تطبيق البيم استجابة لمتطلبات شركات دول الخليج العربي، حيث يكون العملاء في هذه الحالة شركات خليجية أو أجنبية تعمل في الخليج العربي. الطرف الثاني، شركات تقوم بنمذجة تصاميم قائمة أصلا لدول مثل قطر ودبي أو دول أجنبية، وذلك لانخفاض تكلفة الأيدي العاملة في الأردن. أما وجود مشاريع قيد الإنشاء تم تنفيذها أو تصميمها ضمن منظومة نمذجة معلومات البناء في الأردن، فلا أذكر سوى مشروع فندق في العبدلي، حيث تمت نمذجته خلال مرحلة التصميم، وتم الطلب من المقاولين المؤهلين لاستكماله ضمن متطلبات البيم، لكن أظن أنه لم يكتمل حسب ما هو مطلوب، وتم استخدام منهجية تقليدية. على الصعيد الحكومي، قامت أمانة عمان الكبرى ببحث جدوى تطبيق البيم في الأردن وكيفية تأسيس إدارة لغرض التدقيق الإلكتروني للمعاملات الهندسية، وتم تدريب مجموعة كبيرة من المهندسين على البرامج المطلوبة، لكن ما زالت الاجتماعات جارية حتى الآن لأخذ الموافقات من الإدارة العليا. تلخيصا، لا توجد مشاريع إنشائية تطبق البيم في الأردن، لكن هناك إقبال كبير جدا على تعلم هذه المنظومة وأدواتها، إما للعمل في الخارج أو إقناع الشركات لتبني هذه المنظومة.